بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات لبكالوريا 2018 رقم 11. أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، لأنه التمرين رائع، حيث قال واحد F دالة عددية معرفة على المجال من الصفر إلى زائد ما لا نهاية بالعبارة F لإكس يساوي جذر إكس زائد 12. قال سي F منحناها البياني الممثل في معلم متعامد ومتجانس أو إي جي ألف، أدرس اتجاه تغير دالة F ثم شكل جدول تغيراتها. ب قال أرسم سي F والمستقيم دالتا ذو المعادلة إي جراج يساوي إكس اللي هو المنصف الأول في المعلم السابق. ثانيا قال لتكون المتتالية العددية إي لأن المعرفة على أن بي إي لصفر يساوينا 3 و اي ان زائد 1 يساوي لنا اف لي اي لي ان، معناه في مكان الاكس هنا وضع اي لي ان. قال الف انشئ على محور الفواصل الحدود اي 0 اي 1 و اي 2 دون حسابها. ب قال ضع تخمينا حول اتجاه تغير وتقارب المتتاليه اي لي ان. جيم قال برهم بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي ان فان اي ان اكبر او يساوي 0 واصغر او يساوي لنا 4. د قال برهن أن المتتالية متزايدة وماذا استنتج. ثم ثالثا ألف قال بين أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن أن القيمة المطلقة لـ إن زائد إن زائد 1 ناقص 4 أقل أو يساوي القيمة لـ 1 على 4 في القيمة المطلقة لـ إن ناقص 4، وهذا سؤال مهم جدا. قال ب يستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن القيمة المطلقة لـ إن ناقص 4 أقل أو يساوي 1 على 4 قوى ان. ثم جيم واخيرا قال استنتج نهاية المتتالية اي لي ان. اذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. اذا ننطلق ابنائي في الاجابة على السؤال الاول الذي قال ادرس اتجاه تغير الدالة اف. اذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة اف. اذا لاحظوا نقول اولا الدالة F كيف هي قابلة للاشتقاق على المجال اللي هو من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، ودالتها المشتقة تصبح لنا F فتحة لx يساوي مشتق الدالة الجذرية. ماذا تقول عليه القاعدة؟ هو مشتق ما بداخل الجذر. مشتق الذي بداخل الجذر هو 1 على 2 في الجذر الذي هو x جذر x زائد 12. قلت مشتق إذا أعطيت لنا دالة هكذا تحت الجذر، مشتق هو F فتحة على 2 في جذر F، هذا قانون احفظوه أرجوكم. الآن لكن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الواحد موجب والاثنان موجب وجذر X زائد 12 كذلك موجب. نقول ومنه تصبح لنا F فتحة لX كيف هي موجبة تماما على المجال ما هو الذي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، أي الدالة F كيف هي متزايدة تماما على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. وهذه كلمة متزايدة تماما تذكروها لأن سوف تنفعنا في جزء المتتاليات فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال ثم شكل جدول تغيراته. إذن عندنا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F. إذن عندنا X من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية، وعندنا F فتحة لX كيف قلنا عليها إنها موجبة تماما، وعندنا الجزء الآخر الذي هو F لX قلنا أن الدالة كيف هي متزايدة تماما هكذا. أولا نقوم بحساب صورة صفر اللي هي F لصفر يساوي أن هكذا جذر صفر زائد 12 الذي هو جذر 12، جذر 12 الذي هو 4 في عفوا في 3، الأربعة له الحق أن يخرج من الجذر سبحانه 2 جذر 3. إذا هنا نكتب هنا 2 جذر ماذا؟ جذر 3. أما هنا ما علينا إلا حساب النهاية كذلك التي هي ليميت F لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا ليميت جذر x زائد 12. إذا قلت x زائد 12 لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هنا تعطي لكم ما جذر ما لا نهاية اللي هو ما لا نهاية، إذا تصبح لنا هنا زائد ما لا نهاية فقط أبنائي.
إذن بعدما أنهينا وقلنا أن النهاية هذه أردت لنا الزائد ما لا نهاية وقمنا بنقلها هنا، نأتي الآن إلى الجزء قال أرسم سي أف والمستقيم دالتا اللي هو المنصف الأول. إذن أولا نقوم برسم ماذا؟ برسم المنصف الأول اللي هو ها هو أمامكم أبنائي. يمكن أن تستعملون الجدول المساعد اللي هو إكس وإيكغ، صفر يعطي لنا صفر وواحد يعطي لنا واحد اللي هو ها هو واحد واحد هنا. ثم عندنا كذلك ما هي القيمة هذه اللي هي 2 جذر 3، لما نقوم بحسابها بالآلة الحاسبة بالتقريب سوف نجدها 3.46. معناها صورة الصفر بالدالة اف انها 3.46 اذا تكون عندنا في هذا الموضع. وعندنا لو نحسب صورة الأربعة، إذا نحسب هنا كذلك أربعة تصبح لنا 16 التي هي 4. إذا صورة أربعة ما هي؟ إذا أربعة كذلك تساعدنا في عملية الرسم. ثم نقوم بالربط هكذا، لاحظوا إذا ها هو المنحنى يا أبنائي، ها هو أمامكم كيف يكون لدينا. إذا هذا هو منحنى، لاحظوا إذا قلت منحنى الدالة اف كما تلاحظون لأن الدالة اف قلنا عليها إنها متزايدة. ثم نكتب هنا سي اف نسبة إلى الدالة اف، وهنا عندنا دالتا فقط، ولا ننسى أن نقطة التقاطع ها هي أمنا تظهر كم؟ إنها الأربعة. بعدما أنهينا مع الرسم إذا نأتي بعدها إلى الجزء الثاني اللي هو الجزء المتتالي. قال لتكن المتتالية العددية إلي آن المعرفة على آن يعني تنطلق من الصفر بإي صفر يساوي 3 وإي آن زائد 1 يساوي إف لإي آن أو إلي آن. إذا معناه أنه إي لآن زائد 1 يساوي جذر إي لآن زائد أو إي آن زائد 12. حتى نفهم جيدا السؤال قال أنشئ على محور الفواصل الحدود إي صفر إي 1 وإي 2 دون حسابه. إذا ننطلق أولا بإي صفر كم قيمته؟ إنها 3. إذا كيف تتم العملية؟ نأتي إلى الفاصلة 3 ونصعد هكذا، لكن نترك الخط صغير. إذا 3 ونبحث هكذا، لما ننطلق عموديا نبحث عن المنحنى، لما نجد نقطة التقاطع مع المنحنى نتوجه أفقيا لنبحث عن المنصف الأول، ثم ننزل مرة أخرى هكذا، هذا يصبح لنا إي 1. ثم من هنا ونصعد مرة أخرى وننزل هكذا فيصبح لنا هذا إي 2. إذا هذا هو إي، إذا هنا إي صفر في هذا المكان، وهنا إي 1، وهنا إي 2. أرجو قد فهمتم. إذا هذا إي صفر وهذا إي 1 وهذا 2. كيف تتم؟ إذا من هنا وننطلق نبحث عن المنحنى، لما نجد نقطة التقاطع نتوجه إلى المنصف الأول وننزل، ذلك هو إي 1. ثم من إي 1 نصعد ونتجه نحو المنحنى، ثم نتوجه نحو المنصف الأول وننزل يصبح إي 2 وهكذا. ثم قال ضع تخمينا حول اتجاه تغير وتقارب متتالية إي لآن. إذا نكتب هنا وضع تخمين. هنا ماذا نقول؟ التخمين هو ما تراه أعيننا. نقول نلاحظ أن ماذا؟ أن إي صفر أقل من إي 1 أقل من إي 2. يعني انظروا جيدا، ها هو الإي صفر إي 1 إي 2، هذا ماذا يعني؟ أي المتتالية إي لآن كيف هي؟ متزايدة تماما. هذا الأمر الأول. ثم هذا فيما يخص، انظروا الآن إلى الحدود، لاحظوا هذه المسافة كم، ثم لاحظوا هذه المسافة كم، أصبحت تقصر هذه أو تصغر هذه المسافة. نقول وتتقارب نحو فاصلة تقاطع ماذا؟ فاصلة تقاطع هذه النقطة. إذا فاصلة تقاطع سي اف ودالتا التي هي الفاصلة هنا، انظروا كم، إنها الأربعة يا أبنائي. إذا هذه المتتالية حسب التخمين أنها تتزايد وتتقارب نحو فاصلة نقطة ها تقاطع هذا المنحنى والمنصف الأول فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال جيم. قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن فإنها
اي ان محصور ما بين الصفر والأربعة. إذا نكتب هنا البرهان بالتراجع أنه من أجل ماذا؟ من أجل ان ينتمي إلى ان، أن ماذا؟ ركزوا جيدا هنا أرجوكم، أن اي ان محصور ما بين الأربعة والصفر. أولا بما أن البرهان بالتراجع نقول نسمي بي لان الخاصية، من هي التي نسميها بي لان؟ اللي هي أن اي ان محصور ما بين الصفر والأربعة. أولا نقول من أجل ان يساوي الصفر، لدينا أن اي صفر يساوينا كم؟ يساوينا ثلاثة، أي معنى هذه القيمة لو نأتي بها ونضعها هنا محققة، أي أن ثلاثة محصور ما بين الأربعة والصفر، ومنه أصبحنا بي لصفر كيف هي محققة. ثم ماذا تقول القاعدة؟ ونفرض أن الخاصية بي لآن محققة من أجل ماذا؟ من أجل آن أكبر أو يساوي صفر، أي ماذا؟ أي الشيء دائما الذي يطلب منا أن نبرهنه، نفرض أي أن إي آن أقل من الأربعة وأكبر من الصفر. ثم تقول قاعدة ونبرهن صحة ماذا؟ صحة بي لآن زائد واحد من أجل من هذا، من أجل آن زائد واحد، أي ماذا نبرهن؟ علينا أن نبرهن أن إي آن زائد واحد أقل من الأربعة وأكبر من الصفر. ركزوا هنا أرجوكم، ننطلق من الفرضية، نقول لدينا من فرضية بخط أوضح فرضية التراجع أن ماذا؟ أن إي آن محصور ما بين الصفر ماذا؟ والأربعة. نقول والدالة إف كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال الذي أعطينا أو من المجال من الصفر إلى الأربعة. إذا نحتاج هذا المجال اللي هو من الصفر إلى الأربعة. بما أن الدالة متزايدة فيمكن أن ندخل من هنا إف ومن هنا إف ومن هنا إف ولا يحدث أي شيء. إذا لماذا؟ لأن متزايدة، لو كانت متناقصة لانقلبت المتباين. إذا ومنه ماذا يحدث؟ أصبحنا إف لـ إي آن أقل أو يساوينا إف لـ أربعة وأكبر أو يساوينا إف لـ صفر. نحن عندنا إف قلنا لـ إكس كم يساوي؟ يساوينا جذر إكس زائد 12، فنقوم بحساب إف لـ صفر يساوينا صفر زائد 12، قلنا إذا صفر زائد 12 ويساوينا 2 جذر 2، وعندنا إف لـ 4 يساوينا 4 زائد 12 ويساوينا 16 الذي يساوينا 4، أي تصبح لنا هذه من هي؟ هي إي آن زائد 1، تصبح لنا إي آن زائد 1 أقل أو يساوي لنا 4 وأكبر أو يساوي لنا 2 جذر 3، وهذا بطبعه أكبر أو يساوي صفر. نقول ومنه إي آن زائد واحد أقل أو يساوي الأربعة وأكبر أو يساوي الصفر، أي بي لآن زائد واحد محقق. هذه معناه نجعلها كفاصل، هاك عفوا كفاصل، قلت لاحظوا إذا هذا كفاصل هكذا. إذا قلنا أن بي لآن زائد واحد محقق من أجل آن زائد واحد. وأخيرا نعود إلى البرهان بالتراجع، وأخيرا أنه إي آن محصور ما بين محصورة ما بين الأربعة والصفر فقط. أبنائي أرجو قد فهمتم. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال ده، قال بين أن المتتالية إلى أن متزايدة. إذا نكتب هنا البرهان أن المتتالية إي لآن كيف هي متزايدة. نقول إي لآن متتالية متزايدة معناه ماذا؟ معناه هذا الفرق اللي هو إي آن زائد واحد ناقص إي آن أكبر أو يساوي الصفر، هذا هو كلمة متزايدة، أي
أي ماذا؟ أي أنه إي آن، ركزوا جيدا، أن إي آن زائد واحد أكبر أو يساوي لنا إي آن، معناه هذا إذا نقلناه إلى هنا يصبح لنا إي آن، وهذا يمكن أن نبرهنه بماذا أبنائي؟ ركزوا جيدا أرجوكم، أن نبرهنه بالتراجع. إذا إذا أتينا هنا طريقة واحد نقول نبرهن على ذلك بالتراجع. لماذا أبنائي؟ لأن الأمر متعلق بخاصية متعلقة بخاصية آن، متخصية بالعدد الطبيعي آن. إذا فماذا يمكن أن نقول؟ نقول نسمي بي لآن الخاصية. من هي الخاصية التي نسميها بي لآن؟ اللي هي أنه إي آن زائد واحد أكبر أو يساوي لنا إي آن. ركزوا، قلت يوجد طريقتين، يوجد طريقة برهان بالتراجع كما يوجد طريقة أن نثبت هذا الفرق أنه موجب يا أبنائي، ركزوا جيدا. إذا تعلمت كلا الطريقتين، إذا أنه إي آن زائد واحد يكفي أن نبرهن أن أكبر من إي آن. إذا نقول من أجل ماذا؟ من أجل آن يساوي الصفر لدينا ماذا؟ ركزوا جيدا، لدينا أنه إي صفر ماذا يساوي؟ يساوي لنا ثلاثة، وإي واحد ماذا يصبح لنا؟ يساوي يساوي لنا جذر هكذا إي صفر زائد 12. يقول أحدكم لم أفهم، لأن عندنا أنه إي آن زائد واحد قلنا يساوي لنا جذر إي آن زائد 12، لاحظتم؟ يعني لم أفعل شيء فقط. إذا نركز الآن أبنائي، ولكن عندنا هذا له الحق أن يأتي إلى هذا الموضع، فأصبح أنا إي واحد يساوي لنا جذر ماذا؟ جذر 15، ومنه يصبح لنا جذر 15 أكبر أو يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا يعطينا تقريب أربعة وهذه ثلاثة، أي إي واحد أكبر أو يساوي لنا إي صفر، معناه نقول معناه بي لصفر كيف هي؟ محققة. لاحظوا، قلت نبرهن على بالتراجع على هذه الخاصية، فعوضت من أجل آن يساوي صفر، أصبحت هنا إي صفر وهنا إي واحد، فوجدنا أنه إي واحد هي جذر 15 وهي أكبر من الثلاثة، معناه أنه بي صفر محققة. نقول هكذا، ركزوا جيدا، سوف نحتاج إلى هذه العلاقة لأنها سوف تفيدنا. لاحظوا وانتبهوا أرجوكم، نقول ونبرهن ونفرض أن الخاصية P لآن كيف هي محققة، أي ماذا؟ أي أنه إي آن زائد واحد أكبر أو يساوي لنا إي آن. إذن هذه من أجل ماذا؟ من أجل آن أكبر أو يساوي لنا صفر. ونبرهن صحة ماذا؟ صحة بي لآن زائد واحد من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد، أي ماذا نبرهن؟ نبرهن، تخيلوا إذا أضفنا هنا واحد وهنا واحد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا إي آن زائد اثنان، إي آن زائد اثنان أكبر أو يساوي لنا إي آن زائد واحد أبنائي، لأن أضيف هنا واحد وأضيف هنا واحد. نقول لدينا من الفرضية أن ماذا؟ أنه إي آن زائد واحد أكبر أو يساوي لنا إي آن، والدالة إف كيف هي؟ متزايدة كذلك تماما. فإن ماذا أبنائي؟ ندخل من هنا إف ومن هنا إف فلا يحدث شيء، أرجوكم انتبهوا. فماذا تصبح؟ تصبح لنا هكذا إف لي إي آن زائد واحد أكبر أو يساوي لنا من إف لـ إي آن، لكن نحن لا يا أبنائي لا ننسى إلى هذه العلاقة، تخيلوا إذا أضفنا هنا زائد واحد، هنا ماذا نضيف؟ نضيف زائد واحد، إذا لكن نعلم أن ماذا؟ أن إف لـ إي آن زائد واحد هو إي آن زائد اثنان، وعندنا كذلك أن إي آن زائد واحد هو إف لـ إي آن. نقول هذه كمعطيات عليكم أن تفهموها، نقول ومنه أن إي آن زائد اثنان أكبر أو يساوي لنا إي آن زائد واحد، وجاءت في أحد البكالوريات السابقة قال برهن بالتراجع على أنه متزايد، يجب أنت عليك أن تبرهن بهذه الطريقة. نقول ومنه
أنه ماذا؟ أنه بي لآن زائد واحد كيف هي؟ محققة. أي نقول وأخيرا نعود إلى الشيء أنه إيان زائد واحد أكبر أو يساوينا إيان. معناه ماذا؟ معناه هذا ننقله إلى هنا، معناه أنه إيان زائد واحد ناقص إيان قيمة موجبة وأي المتتالية إيان كيف هي؟ متزايدة تماما على مجموعة الأعداد الطبيعية آن فقط أبنائي. بعدما أنهينا من الطريقة الأولى نأتي الآن إلى نكتب طريقة اثنان، وأنتم مطالبون بواحدة لكن تعلموا كلاهما حتى تستعملوا الأسهل فيهم. إذا نقول كذلك البرهان أن إي لآن متتالية كيف هي؟ متزايدة. إذا نقول يكفي أن نبرهن أن الفرق الذي هو إيان زائد واحد ناقص إيان أكبر من الصفر. لاحظوا جيدا، ننطلق، أصبحنا إيان زائد واحد ناقص إيان يساوي إيان زائد واحد الذي هو جذر إيان زائد 12، لأن قلنا هو مكان في مكان الإكس نضع إيان ناقص إيان. لما تلتقي هنا نأتي بالجذور فنتذكر شيء اسمه المرافق. إذا ما هو المرافق يا أبنائي في هذه الحالة؟ أكيد هو جذر إيان زائد 12 زائد إيان. بما أن ضربنا فيه تقول قاعدة علينا أن نقوم بالقسم عليه، معناه هنا هكذا أصبح هنا أ ناقص ب في أ زائد ب ويساوينا أ مربع ناقص ب مربع متطابقة شاهي رقم 3. تصبح لنا هكذا إي آن زائد واحد ناقص إي آن يساوي، دققنا إذا أي جذر إذا ربعناه ماذا يحدث له؟ سوف يذهب. إذا نضع هنا هكذا. نأتي الآن إلى المقام، هذه القيمة نتركها هنا في المقام، ونأتي إلى البسط قلنا يصبح لنا هذا مربع، هذا لما نربعه يصبح لنا إي آن زائد 12، لأن أي جذر إذا ربع يذهب جذره، وهذا إذا ربعناه يصبح لنا ناقص إي آن مربع. الآن ما علينا إلى الترتيب، يصبح لنا إي آن زائد واحد ناقص إي آن يساوي، نضع هكذا، إذا تصبح لنا ناقص إي آن مربع زائد إي آن زائد 12 على المقام، هذا المقام لاحظوا جيدا هكذا. ونحن قلنا علينا أن نثبت أن هذا ماذا؟ أن نثبت على أن هذا الفرق قيمة موجبة، لاحظوا وانتبهوا. نأتي الآن إلى هنا لنكمل، لاحظوا جيدا. أولا نأتي إلى المقام، المقام قلنا أنه إي آن محصور ما بين الأربعة والصفر. إذا وضعنا أضفنا 12 إلى كل طرف أصبحنا إي آن زائد 12 أقل أو يساوينا 4 زائد 12 أكبر من أو يساوينا 0 زائد 12. ما علينا إلا أن نجذر ونجذر ونجذر، فأصبحنا جذر إي آن زائد 12 أقل أو يساوينا 4 لأن هنا 16، وفي الجهة الأخرى أصبحنا 2 جذر 3. وعندنا كذلك أنه إي آن محصور ما بين البرهان بالتراجع ما بين الصفر والأربعة. لو نأتي بهذا بالجمع ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه إي آن زائد 12 تحت الجذر زائد ماذا؟ زائد إي آن هكذا، من هنا أصبحنا 8 ومن الجهة الأخرى أصبحنا 2 جذر 2. أي ماذا أبنائي؟ أنه إي آن زائد 12 هكذا زائد إي آن أكبر تماما من الصفر. معنى هذا المقام أثبتناه أنه قيمة موجبة تماما كما تلاحظون. بقي لنا الآن أن ندرس إشارة البسط، ركزوا جيدا أرجوكم. إذا الشيء الأول الذي برهناه أنه هذه القيمة إنها قيمة موجبة تماما.
ناتي الآن إلى البسط. البسط علينا أن بما أنه عبارة من الدرجة الثانية نقول ندرس إشارة العبارة. من هي العبارة التي هذه يا أبنائي؟ ركزوا جيدا. الآن نحسب المميز. المميز ماذا يعطينا؟ يعطينا ب مربع، إذا اللي هو واحد مربع ناقص أربعة في ناقص واحد في 12 تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 49، بحنا جذرها الذي هو كم؟ الذي هو 7. تصبح لنا إي آن واحد يساوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 في أ، معناها تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 8 على ناقص 8 على ناقص 2 تصبح لنا 4. وإي آن 2 ماذا يساوي؟ ناقص ب زائد جذر دالتا على 2 أ تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 6 على ناقص 2 ويساوينا ناقص 3. فهذا ماذا يعني يا أبنائي؟ يمكن أن نأتي إلى بجدول إشارة أو نأتي بتحليل هذه العبارة، يعني كلاهما صحيح. لاحظوا لأن إي آن هو عدد حقيقي، حتى لهذا يمكن أن نقول نستغل جدول إشارة لأنه يصبح هو مثله كمثل الإكس قلنا. إذن عندنا هنا ناقص إي آن مربع زائد إي آن زائد 12، أين تنعدم هذه القيمتان؟ تنعدم عند الناقص 3 وعند ماذا؟ وعند الأربعة. هكذا لاحظوا إنها عبارة من الدرجة الثانية. نقول بالداخل ماذا نقول؟ بالداخل نقول نفس، بالخارج نقول نفس، عفوا نفس بالخارج يعني هنا ناقص، وبالداخل نقول عكس. لكن نحن المجال الذي نعمل منه من الصفر إلى الأربعة، نقول ومنه ماذا؟ ومنه ناقص إي آن مربع زائد إثنى عفوا زائد إي آن أعذروني زائد إي آن زائد 12 قيمة موجبة على المجال اللي هو من الصفر إلى الأربعة، أي ماذا؟ لاحظوا جيدا حتى نفهم جيدا، نقول أي أن إي آن زائد واحد ناقص إي آن قيمة موجبة، معناه إي لآن متتالية. كيف هي؟ متزايدة، حتى نفهم جيدا. إن لم تستغلوا الجدول يمكن أن نأتي إلى التحليل كذلك. التحليل ما هو التحليل أبنائي؟ أنه ناقص إي آن مربع زائد إي آن زائد 12 ماذا تساوي؟ ناقص في إي آن ناقص الحل الأول اللي هو 3 في إي آن ناقص الحل الثاني الذي هو 4. لكن عندنا أنه إي آن زائد 3 قيمة موجبة تماما، وعندنا أنه إي آن أقل أو يساوي 4. نأتي بهذا إلى هنا، بحيث أنه إي آن ناقص 4 أقل أو يساوي 0. إذا تخيلوا هذا موجب وهذا سالب، وعندنا السالب مسبوق، فهذه القيمة كيف تكون؟ تكون قيمة موجبة. لماذا؟ هذا موجب هذا سالب وهذا موجب، يعني ناقص في زائد في ناقص يعطينا زائد. كذلك هذه يمكن هنا كذلك نقول لأن حتى تفهموا، إذن فأصبحت المتتالية متزايدة يا أبنائي فقط. بعدما أنهينا مع هذا البرهان وقلنا برهناه بتقريب بثلاث طرق، يمكن الطريقة الأولى التي برهن بالتراجع، الطريقة الثانية اللي هو الجدول، الطريقة الثالثة اللي هي تحليل هذه العبارة وإعطاء إشارتها، كلاهما كلهم صحيح. نأتي الآن إلى ماذا تستنتج؟ نقول بما أن المتتالية، من هي المتتالية التي اسمها إي لآن متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 4، لأن إي آن محصور ما بين الأربعة والصفر، نقول فهي عفوا حسب مبرهنة فهي متقاربة نحو نهاية اسمها ال. كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة، وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي
متقاربة فقط أبناء. بعدما أنهينا مع الاستنتاج نأتي الآن إلى ثالثا. قال ألف بين أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن القيمة المطلقة لـ إي لأن زائد واحد ناقص أربعة أقل أو يساوي واحد على أربعة في القيمة المطلقة لـ إي أن ناقص أربعة. إذا ركزوا هنا أرجوكم. إذا نكتب هنا البرهان أنه ماذا من أجل أن ينتمي إلى أن ماذا أن إي أن زائد واحد ناقص أربعة داخل القيمة المطلقة أقل أو يساوي واحد على أربعة في القيمة المطلقة لـ إي أن ناقص أربعة. ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا كيف تقول القاعدة هنا للبرهان على هذا السؤال. نأتي إلى هذا الطرف أولا نقوم بحساب هذا الفرق. نقول إي أن زائد واحد ناقص ماذا؟ قلت ناقص أربعة يساوي. أعيد كتابته حتى تتضح. إذا قلت ننطلق من هذا الفرع هو الأول. إذا أصبحنا إي أن زائد واحد ناقص أربعة يساوي. إي أن زائد واحد ها هي قيمتها التي هي جذر إي أن زائد 12 ناقص 4. بما أن الأمر تعلق بالجذور فنفكر في شيء اسمه المرافق مثل ما فعلنا في الأول. إذن هنا كذلك لا تنسوا المرافق الذي هو جذر إي أن زائد 12 زائد 4. بما أن ضربنا فيه نقوم بالقسمة عليه. قل دائما لما تجدون الأمور تعلق بالجذور فكروا في المرافق حتى يحل الإشكال. لاحظوا وانتبهوا هكذا أن أصبحت ماذا؟ أصبحت أنه إي أن زائد واحد ناقص أربعة لا تقلقوا بالنسبة إلى القيمة المطلقة أمرها سهل. أن تصبح لنا هذا مربع ناقص هذا مربع معناها تصبح لنا إي أن زائد 12 ناقص 16 على جذر إي أن زائد 12 ثم زائد أربعة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي إي أن ناقص ماذا؟ ناقص أربعة على ركزوا جيدا على جذر إي أن زائد 12 زائد أربعة هكذا. ثم بعدها ماذا ينتج أبنائي؟ نقول ثم نصبح لنا ما علينا إلا وضع القيمة المطلقة. ما نصبح لنا إي أن القيمة المطلقة لإي أن زائد واحد ناقص أربعة تساوي لنا القيمة المطلقة لإي أن ناقص أربعة هكذا على إذن أو نضع القيمة المطلقة كليا هكذا على حتى تفهموا جيدا على جذر إي أن زائد 12 زائد ماذا؟ زائد أربعة. لم أفعل شيء أبنائي حتى تفهموا الفكرة إنما وضعت القيمة المطلقة. لكن عندنا أنه إي أن زائد 12 تحت الجذر زائد ماذا؟ زائد أربعة قيمة موجبة. بما أن قيمة موجبة فتذهب قيمتها المطلقة فأصبحنا لأن القيمة المطلقة لشيء موجب هذا لو نضع له القيمة المطلقة أو لا نضعه لا يحدث شيء لأن قيمة موجبة فأصبحنا أنه إي أن ناقص أربعة على ماذا؟ على جذر إي أن زائد 12 زائد أربعة. أعيد أبنائي لأنه هنا وضع القيمة المطلقة إذا ما علينا كذلك نحن أن نضع القيمة المطلقة. لاحظوا وانتبهوا أتيت إلى هذه وضعت القيمة المطلقة إلى هنا وضعت القيمة المطلقة إلى هنا هذا أصبح موجب لكن المقام موجب فلا داعي أن نضع له القيمة المطلقة فبقي أن البسط لأن البسط ليس قيمة موجبة لأن أنه عندنا أنه إي أن أقل أو يساوي الأربعة. لو نأتي به إلى هنا أصبحنا إي أن ناقص أربعة أقل من الصفر لما نضع لها القيمة المطلقة سوف تقلب حتى تفهموا جيدا لأن أي شيء سالب يوضع له القيمة المطلقة يصبح لنا موجب. هل وصلنا إلى المطلوب؟ لم نصل بعد. كيف ذلك؟ معناه حتى نصل إلى هذا الشيء ما علينا أبنائي إلى أن ننطلق من المقام ونعود صاعدين. هكذا القاعدة تقول. تقول أولا قم بحساب هذا الطرف لما تصل إلى هنا إلى النهاية من المقام وعود بعملية الحصر حتى تصل إلى هذه الخطة دائما. ركزوا هنا أرجوكم. الآن عندنا ماذا؟ لدينا أنه إي أن زائد واحد قلنا برهناها أن محصورة ما بين الأربعة والصفر من البرهان بالتراجع. أرجو قد فهمتم. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه جذر
اي ان زائد اي 12 محصور ما بين الاربعه والصفر. نعم، يعني الان انا هنا هذه اليس هذه هي بطبعها اي ان زائد واحد؟ نعم. ماذا ينقصنا؟ ينقصنا الاربعه، نضيف اربعه الى كل طرف تصبح لنا هنا، لاحظوا سوف ابعدها نوعا ما هكذا، اذا عندنا هنا اربعه، نضيف اربعه الى كل طرف، نضيف من هنا الاربعه ونضيف من هنا الاربعه ونضيف من هنا الاربعه، لم افعل شيء. ثم الان نفكر في شيء اسمه المقلوب، فيصبح لنا واحد على جذر اي ان زائد 12 زائد 4، لكن المقلوب يقلب المتباينة، فتصبح لنا من هنا 1 على 8 ومن الجهة الأخرى 1 على 4. لم أفعل شيء أبنائي، لكن نحن ماذا نملك؟ ركزوا، نملك شيئا آخر، نملك أنه إي آن لاحظوا أقل أو يساوي 4، ننقل هذا إلى هنا، أي ماذا تصبح؟ تصبح لنا إي آن ناقص 4 أقل أو يساوي، قلنا أقل أو يساوي الصفر. الآن لو نضع القيمة المطلقة، أي تصبح لنا القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص 4 تصبح لنا قيمة موجبة، هذا سالب، مثله كمثل ناقص 2، لو نضع لها القيمة المطلقة تصبح لنا 2. نقول الآن نضرب، نقول إذا إذا سمينا هذه 1 نقول نضرب واحد في القيمة، ما هي القيمة التي نضربها؟ نضرب في اي ان ناقص 4 بالقيمة المطلقة، نقول اذا هذا نجعله فاصل هكا، نقول فنجد، فماذا نجد؟ نجد ان القيمة المطلقة لاي ان ناقص 4 على جذر اي ان زائد 12 زائد 4 أقل أو يساوي لنا 1 على 4 في القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص 4 من هنا، وفي الجهة الأخرى يصبح لنا كذلك 1 على 8 في القيمة المطلقة لـ إي آن ثم ناقص 4. هل وصلنا أم لا؟ لقد وصلنا يا أبنائي، لقل أحدكم لكن متى تقول على أن وصلنا؟ لاحظوا، ألم نقل أن هذه أبنائي هي نفسها هذه؟ نعم، لاحظوا حتى تفهموا جيدا، نقول لكن لدينا أنه ماذا؟ أنه إي آن زائد واحد ناقص 4 بالقيمة المطلقة تساوي ماذا؟ تساوي القيمة المطلقة لإي آن ناقص 4 على جذر اي ان زائد 12 زائد 4، اي ماذا؟ اي ان هذه نعوضها في هذا الموضع، تصبح لنا ماذا؟ اي ان اي ان زائد 1 ناقص 4 بالقيمة المطلقة اقل او يساوي لنا 1 على 4 في القيمة المطلقة لاي ان ناقص 4، وأكيد وهذه بطبعها أكبر أو يساوي لنا الصفر، لأن هذه القيمة أكيد الثمن موجب وهذا موجب، إذن أصبحنا هكذا كما طلب منا فقط أبناء، أرجو قد فهمتم. إذن الفكرة بالقيمة المطلقة لما تجدونها ما عليكم إلا أن تقومون بالجزء الأول ثم تنطلقون بعملية الحصر لتعودوا مرة أخرى إلى هذه القيمة التي هي بطبعها هذه وهذه هي هذه، ويمكن هنا أن لا نقول مع الصفر لأن القيمة المطلقة معروف أنها أكبر أو تساوي الصفر فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال الذي كثيرا قلت احفظوا طريقة حتى تفهموا جيدا، نأتي الآن إلى السؤال استنتاجي، قال استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص 4 أقل أو يساوي من 1 على 4 قوى آن، إذا نكتب هنا استنتاج أنه من أجل ماذا؟ من أجل آن ينتمي إلى آن أن القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص 4 هكذا ناقص 4 أقل أو يساوي 1 على 4 أس آن، أركزوا هنا أرجوكم. إذا ماذا نقول؟ نقول لدينا
مما سبق، مما سبق أن ماذا؟ أن هذا هو الذي برهناه. الآن لاحظوا، نقول من أجل، إذن من أجل أن يساوي كم؟ صفر. ماذا تصبح؟ عوض الآن هنا بصفر وهنا بصفر، فماذا نجد؟ نجد من أجل أن يساوي صفر، نجد أنه إي لصفر زائد واحد اللي هو كم؟ اللي هو إي واحد ناقص ناقص أربعة أقل أو يساوي لنا واحد على أربعة في إي صفر ناقص أربعة. لم أفعل شيء، أستغل هذه العلاقة، نضع هنا صفر، فنضع هنا صفر. ثم بعدها نقول من أجل أن يساوي واحد، فهذا ماذا ينتج؟ سبحان إي اثنان ناقص أربعة أقل أو يساوي واحد على أربعة في إي واحد ناقص أربعة. يعني إذا وضعت هنا العدد الذي يكون هنا يكون هذا أصغر منه درجة، إذا كان هنا اثنان فيكون هنا واحد. ننزل كذلك إذا قلنا من أجل أن يساوي اثنان، فماذا ينتج؟ سبحان إي ثلاثة ناقص، إذا قلت إي ثلاثة ناقص أربعة بالقيمة المطلقة أقل أو يساوي واحد على أربعة في إي اثنان ناقص أربعة. تعالوا الآن ننزلها كذا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان. إذا غاية هذا المكان هنا نتوقف عند أن، فهنا عند ماذا نتوقف؟ عند أن ناقص واحد، لأن انظروا إذا كان هنا اثنان هنا واحد، إذا كان هنا أن فإذا كان هنا أن فهنا أن ناقص واحد، هذا لا جدال في ذلك. إذا إلى غاية أن يساوينا ماذا؟ يساوينا أن، حتى نفهم جيدا. إذا فتصبح لنا إي أن ناقص أربعة أقل أو يساوينا واحد على أربعة في إي أن ناقص واحد ناقص أربعة. قلت دائما الذي يكون هنا أكبر من هذا الذي، إذا كان هنا أن فهنا أن ناقص واحد. أن نأتي بهذا نقول بالضرب طرف، لمن؟ لطرف نجد. الآن لو ضربنا طرف لطرف انظروا ماذا سوف يحدث يا أبني، لأن الكثير يقول يا أستاذ أنا لا أعرف ماذا سوف يحدث. أكيد هنا كان عندنا كم؟ قلنا هنا واحد، هنا عفوا هنا واحد لأن هنا صفر. فلو تلاحظون بما أن عملية في فهذا إذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا أصغرهم لأن لا يوجد الذي قبله، ويبقى لنا أكبرهم الذي لا يوجد بعده. فأما الذي في الوسط فهذا ذهب مع هذا وهذا، لاحظوا جيدا، إذن هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا كلهم ذهبوا، بقي لنا هذا لأن لا يوجد الذي يحذفه قبل، وهذا لا يوجد الذي يحذفه بعد، لأن الحذف يكون بهذه الطريقة هكذا هكذا، انظر هكذا أبنائي. فبقي أنه هذا لا يوجد الذي قبله، وهذا لا يوجد الذي بعده، لاحظتم؟ فبقيت لنا إلا الأطراف، مع لا ننسى أنه يبقى لنا الربع يتكرر. لماذا لا يتكرر؟ لأن في الطرف الآخر لا يوجد لنا ربع، من هنا يوجد ربع ربع ربع، لكن من هنا لا يوجد. فماذا يصبح؟ يصبح لنا أنه القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص أربعة أقل أو يساوي لنا واحد على أربعة. هذا واحد على أربعة يا أبنائي لا يوجد مرة، واحد على أربعة في واحد على أربعة في واحد على أربعة في واحد على أربعة، كم؟ يحسب حسب عدد الحدود. دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد. دليل النهاية هو أن ناقص دليل البداية هو واحد زائد واحد. تقول قاعدة هكذا، دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد، أو إذا أتينا من هذا الطرف كذلك، دليل النهاية اللي هو أن ناقص واحد ناقص دليل البداية اللي هو صفر زائد واحد. ثم يبقى لنا القيمة المطلقة لـ إي صفر ناقص أربعة فقط أبنائي. ثم بعدها ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه ما علينا إلا أن نعوض، فهذا يذهب مع هذا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا القيمة المطلقة لـ إي آن ناقص أربعة أقل أو يساوي لنا عندنا واحد على أربعة، الكل هو آن هو نفسه واحد على أربعة أس آن. لماذا؟ لأن الواحد لو وضعنا له قوة آن يبقى لنا واحد، فهذا يعطينا واحد على أربعة أس آن
في لا ننسى كذلك أبنائي أنه إي صفر كم يساوي لنا؟ ثلاثة، أي أن القيمة المطلقة لثلاثة ناقص أربعة إنها ناقص واحد التي تساوي لنا كم؟ تساوي لنا واحد. إذا فهذه حتى نفهم جيدا تعطينا القيمة المطلقة لناقص واحد التي هي واحد. إذا فماذا تصبح؟ تصبح أنا هنا في واحد، أي ينتج أن لنا القيمة المطلقة لإي أن ناقص أربعة أقل أو يساوي واحد على أربعة أس ماذا؟ أس أن، لأن هذه أعطت لنا ناقص واحد لما عوضنا، والناقص واحد بالقيمة المطلقة يصبح لنا واحد، واحد في هذه القيمة يبقى لنا كما تلاحظون فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى جيم، قال استنتج نهاية المتتالية إي لآن. إذا نكتب هنا استنتاج ليميت إي لآن، أكيد الآن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. نقول هكذا بما أن المتتالية إي لآن كيف هي متقاربة، فإن ماذا؟ فإن ليميت إي لآن لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا آل. إذا والأمر الآخر أنه ليميت واحد على أربعة أس آن لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه يا أبنائي تساوي لنا الصفر. لماذا؟ لأن المعروف أنه ليميت واحد على أربعة أس آن لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية هو صفر. معناه أي ماذا؟ لأن واحد على أربعة محصور ما بين الواحد والناقص واحد، كل متتالية هندسية، لأن هذه عبارة عن متتالية هندسية، أساسها محصور ما بين واحد وناقص واحد، إذا وضعت له قوة آن فتصبح النهاية تذهب إلى الصفر. هذه درست في السنة الثانية. نقول ومنه ماذا ينتج؟ ركزوا جيدا ولا ننسى أن هذه القيمة موجبة. نقول ومنه حسب مبرهنة الحصر فإن ماذا؟ تخيلوا الآن عندكم من هنا صفر ومن هنا صفر، لأن القيمة المطلقة دائما أكبر أو يساوي صفر. حسب مبرهنة الحصر فإن ماذا؟ فإن ليميت، ركزوا جيدا، ليميت القيمة المطلقة لإي آن ناقص أربعة تساوي كم؟ تساوي لنا صفر، مع آن يؤول إلى زائد ما. لماذا؟ لأن هذه صفر، اسمعوا جيدا، هذا صفر ومن هنا صفر، فأين المفر؟ ومنه ماذا؟ ومنه قلنا أن النهاية لهذه كم؟ هي آل، ومنه آل ناقص أربعة يساوي صفر. ننقل هذا إلى هنا أو هكذا حتى تفهموا جيدا، أو بالقيمة حتى بالقيمة المطلقة، القيمة المطلقة لآل ناقص أربعة يساوي صفر، أي آل يصبح يساوي لنا كم؟ يساوي لنا أربعة، اللي هي نقطة تقاطع المنحنى والمنصف الأول التي ذكرناها في الأول في التخمين. إذا هذه نهايتها كم؟ آل. فعوضت هنا فأصبحت لنا آل ناقص أربعة يساوي صفر، فإن القيمة المطلقة تذهب تصبح لنا آل ناقص أربعة يساوي صفر، منه آل يساوي لنا أربعة فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روحهم الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.